بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، كل إنسان له لحظة تعتبر هي أحب لحظة له في اليوم، لحظة يخلو فيها بمحبوبه، يكون لوحده معه، ليس فقط يقابله مع الناس، لا، يخلو به، يعني يكون لوحده معه، سواء كان هذا المحبوب زوجا، زوجة، أما، أبا، أبناء، أصحاب، أو حتى هواية معينة. المهم ألا يشغله شيء عن ما يحب. فالإنسان بطبعه يريد أن يتفرغ للأشياء التي يحبها وتكون يعني جزءا من يومه، وكل إنسان يريد ذلك في كل يوم. فإذا لم يحصل على القدر الكافي من الانفراد بالأشياء التي يحبها، فإنه يبقى في توتر وقلق، وربما أحيانا تراه يغضب بسرعة وينزعج لأتفه الأسباب ولا يدري لماذا مزاجه متعكر بهذه الطريقة، ما الذي حدث له؟ لا يوجد سبب إلا أنه لم يشبع من أحبابه في ذلك اليوم. الذي يحب الله تبارك وتعالى يحب أن يخلو بربه سبحانه، وكذلك أهل قيام الليل إذا فاتهم لقاء إلههم الوحيد الذي لا صبر لهم عنه صار يومهم صعبا جدا. يقول عطاء الخراساني رحمة الله عليه: إن الرجل إذا قام من الليل متهجدا أصبح فرحا، يعني في الصباح أصبح فرحا، يجد الفرح في قلبه، وإذا غلبته عينه فنام أصبح حزينا منكسر القلب كأنه قد فقد شيئا. سعيد بن جبير معروف أنه مجاب الدعاء، إذا دعا استجيب له، وكان له ديك يوقظه، يؤذن في الليل فيستيقظ فيقوم الليل، فلم يؤذن الديك ليلة من ليالي فلم يستيقظ سعيد. لما أصبح صعب ذلك عليه، شق ذلك عليه، حتى قال عن الديك: ما له، يعني ما له، لم يؤذن، ما له، قطع الله صوته. قالوا: ما أذن الديك بعدها. قد يقول قال: يعني هاي الدرجة يحزنون على فوات القيام، يعني ماذا كل هذا التحسر على فوات قيام الليل؟ يقول ابن رجب: من لم يشاهد جمال يوسف لم يدري ما الذي آلم قلب يعقوب. فكذلك من لم يشاركهم في هواهم ولم يذق حلاوة نجواهم لم يدري ما الذي أبكاهم. من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تتفتت الأكباد. وهذا الحب ربنا سبحانه يقابله بما هو أكرم من ذلك، وهو الكريم، يرد الكرم بكرم أكثر منه. إن الله تعالى يتعامل مع أهل قيام الليل بتعامل عجيب، كما أن كل حبيب يتجمل للقاء حبيبه، فإن الله تبارك وتعالى يجمل أحبابه الذين يقومون الليل له. قبل أن يقفوا بين يديه إنه يجملهم، وبعد الوقوف يجملهم. ألم تعلم أن أهل قيام الليل هم أحسن الناس وجوها؟ قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض المفسرين: الصلاة تحسن وجوههم. الصلاة هذه عبارة عن جمال تجمل به نفسك. يقول ابن القيم في كتاب روضة المحبين: العبد إذا رزق حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه وتحسنه، حتى أن بعض النساء كانت تكثر من صلاة الليل، فسئلت عن ذلك: يعني لماذا تكثرين من قيام الليل؟ قالت: إنها تحسن الوجه، وأنا أحب أن يحسن وجهي. طبعا نحن لا نصلي فقط لكي نجمل وجوهنا أمام الخلق، بل لكي نتجمل أمام الخالق. لكن على كل حال هذا فعلا ما يحدث، صلاة قيام الليل تجمل الوجه، واقع. حتى أن الناس يقذف في قلوبهم محبة هذه الوجوه الحسنة التي لبست من ذلك النور بسبب قيام الليل. يقول سعيد المسيب: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يراه قبل ذلك فيقول: إني لا أحب هذا الرجل. وكان الناس إذا رأوا محمد بن سيرين سبحوا من نور وجهه، يقولون: سبحان الله. طبعا محمد بن سيرين معروف قيام الليل، كان صاحب قيام الليل. وسئل الحسن البصري: لما كان المتهجدون، يعني يتهجدون في الليل يصلون في الليل، لما كان المتهجدون أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. وفي قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مسفرة من قيام الليل، مسفرة ضاحكة مستبشرة. وكان الناس إذا رأوا النور الذي يعلو وجه وكيع بن الجراح قالوا: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. الصلاة تجمل وجوههم وتحبب الناس إليهم، إلا أن أعظم هؤلاء نورا وأكثرهم حسنا وأشدهم جمالا وبهاء هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الذين كانوا يصفونه يقولون: كان وجهه يتلألأ كأنه مذهبة، وإذا تبسم استنار وجهه صلوات ربي وسلامه، كأن الشمس تجري في وجهه.
وهو الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ما تفعله صلاة الليل. ونحن لا نعبد الله تبارك وتعالى فقط حبا في جمال وجوهنا، نحن نعبده محبة له سبحانه، هيبة من رغبة فيما عنده. الحمد لله إذا كانت هذه نياتنا جاءتنا تلك الفضائل شئنا أم أبينا. ومن هذا العطاء الرائع الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لمن قام بين يديه أنه يسقيه سعادة عجيبة في صدره. سبحانه لا يذوق هذه السعادة إلا من يعرف قيام. ما هي هذه السعادة؟ سعادة عجيبة. طيب كيف أصل إليها؟ تابعنا في اللقاء القادم إن شاء الله.